السلام عليكم، معكم هنية اقتصادية. في وصفة تاع اليوم، الوصفة تاع اليوم تاع القرعة الحمراء ولا الكابويا. في هذه الوصفة واش عندنا؟ عندنا معدنوس، عندنا الثوم، عندنا الملح، عندنا شوية كمون وشوية فلفل الكحل، عندنا طماطيش ملحية، وعندنا زوج حبات بيض، وعندنا القرعة ولا الكابويا الحمراء، وعندنا زيت. هذه اومليت تاع الكابويا، هذه اللي ما يعرفش نقول لكم يعني هذه اومليت. دوك نبداو نوري لكم طريقة التحضير. قبل ما اوريكم طريقة التحضير، هاي الكابويا تاعنا وريها لكم، هاي ليك كيفاش نقشروها. انا درتها لكم قبل حساء لا سوب تاع الكابويا، وهذه وصفة يعني وصفة جديدة، اومليت تاع الكابويا، حاجة يعني ما شاء الله تجي. هاي ليك نقطعوها، انا اللي قطعت من قبل، نقطعوها مكعبات. هذوك المكعبات لي كيب نقلوهم، شغل كي تقلي في البطاطا. هاي ليك كي نقلوهم نديرو لهم شويه درسه باش نعطو لهم البنه. على بالكم القرعه هاي اسمها قرعه، راهي صامطه. ندير لهم الدرسه بالثوم والكمون والطوماطيش، وبعدين ندير لهم البيض. هاي لك بعد ما قطعنا دوك نديروه، نوجدوا المقله ونورو لكم. ديروا الزيت تاعنا تسخن في المقله، ما نكتروش، تسخن شويه الزيت، ونبداو نقلو في هذيك الكابويا تاعنا. ندير لها شويه، درت لها انا درت لها شويه ملح، ملحيها كيما تقلي البطاطا. هاي ليك نبداو نقلو فيها، هكذا ما نديروش غير ما نعوضو المقله برك، ما تدكسيهاش باش طيب في غرضها. هكذايا نخلوها تتحمر هكا، ونعسوها من داك نقلبوها. هي تجي شويه حميمره، تجي حمرا شويه، تجي دوغي. ها ما قلناش الوصفات باللغه الاجنبيه، عندنا لو بوتي غون، عندنا لو سيل، عندنا ان بو دو بوافر، ان بو دو كومان، عندنا لاي دو غوت داي، عندنا دو طوماط بيوري طوماط، و الويل بري بور لا فريتور، و عندنا دو زو. و في فخير لو بوتي غون تاعنا، on le fait frire, après on va l'enlever, on va le mettre de tomates, et du persil et de l'ail, mélanger, après on va verser le potiron terna frit dans le mélange, on prépare deux œufs, on bat deux œufs, après on va faire une omelette avec le mélange du potiron. نخلو الوز البوتيغون تاعنا الكابويا تاعنا تتقلى ونولو لكم. هاي ديك القرعه تاعنا، هاي خلوها في المقله ونقصوها الفرن حتى تتحمر مليح وتطرى. هاي شوفوا كيفاش، ها كيفاش طابت، هاي طابت زبده. دوكا نرمونها هذيك الطوماطيش اللي قلت لكم عليها، زوج حبات رحيتهم. هاي ترموها ديجا دير في هذيك المقله، وترمو الثوم، هادوك زوج سنينات توم، عندنا هاديك شويه تاع فلفل الكحل وشويه تاع الكمون يعطوهم بنه، وعندنا شويه تاع المعدنوس. هاديك الملح نديرو في تيتا ولا باسكو انا درنا مع الاول، ندير شويه برك هكا. ها نخلطو هاد المكونات، نخلو هاديك الدلسه هاديك تشربها مع القرعه هاديك الكابويا تاعنا هكذا. ها هاد الوصفه شحال تجي بنينه، وكان يعني ننصحكم تجربوها ولا ما تشبعوها. هذا اللي يحب الحار يزيد لها شويه حار، تجي ما شاء الله. هكذا تخلوها تشرب، تشرب هذيك الدرسه. هايلك ما درنا لهاش الزيت، طابت غير في هذيك الشيه تاع الزيت تاعها.
هكذايا هاي لك كيفاش طابت. نخلوها تشرب شويه ونوجدوا هذوك الشحبات لي باش نديروا لوبليت. هاي لك لوكاتيف راحين نديروا لها، راني درتها في هذه المقيله صغيره باش تجينا خبيزه شابه. نخبطوا هذوك الشحبات بيض مع شويه ملح ونديروا كيما نديروا لوبليت، لوبليت تاع البطاطا. هاي لك، هاي لك الخبزه تاعنا، هاي لك. نخلوها طيب ونوروها لكم في طبق، في طبق تقديم. هاي لك لوملات تاعنا تاع البيض تاع الكابويا تاع القرعه، شوفوا كيفاش جات. هاي لك شوفوا كيفاش جات ما شاء الله. هاي لك يعني وصفه جديده بصح تجي بنينه، تجي ما شاء الله. صحكم تجربوها ما تندموش، ديروا لنا اشتراك، ديروا لنا لايكات، كثروا لنا من الاخر باش بالاعجاب باش هكا يوصلكم المزيد من الوصفات مع هنيه اقتصاديه. ونقول لكم السلام عليكم.